عسلامتكم، مرحبا بكم مرة أخرى. مرة أخرى جدت لقنا في برنامجكم اللي تعودتوا به طيلة شهر رمضان، واللي مازلتوا باش تشاهدوه على قناتكم قناة حنبعل من البرنامج شهوة رمضان. في برنامجكم شهوة رمضان العديد من الدبارات والعديد من الوصفات اللي شاهدتوها واللي باش تشاهدوها مازال باش نحضروها. لذلك علاش احنا اليوم اخترنا لكم في المنيو تاع اليوم العديد من الأطباق اللي باش تكون مفاجأة. بالنسبة لنا طبق اليوم باش نعملو شربة تاع خضرة ملحية. حابين نبدلو، حابين ننوعو. الخضرة لازمها تكون ديما موجودة في الماكلة متاعنا. بالنسبة لنا في الطبق متاعنا اللي هو شربة ملحية بالدجاج، باش نستحقو الحاجة الأولانية زيت. نحط شوية زيت نجمة في الوصفة متاعنا، ديما تكون الخضرة موجودة ويكون سيرتو البصل موجود. نحط شوية بصل، اسفناريا، المزيج متاع الألوان ومتاع الخضرة سيرتو الخضرة. نعرفوا الكاروتين اللي موجود في السفناريا هو اللي يخلي يعطي منفعة كبيرة للطبق. ثاني حاجة احنا نبدلو من الشربة متاعنا، يعني علاش نكون تكون ديما شربة في رمضان، مازالت الدبارات ومازلنا باش نحيرو. دونك قلنا ناخذو نعملو شربة متاع خضرة ملحية. زدنا القرع الأخضر. توا بالنسبة لنا باش نحطو البطاطا، البطاطا اللي هي باش تكون الليزون تاع الشربة. ديجا في البطاطا موجود انشي. باش نزيدو دجاج، صدر دجاج شهية. نحيو الزيت من بحذنا وما ننساوش الكلافس. باش نحطو شوية كلافس باش ناكلو. باش نحطو شوية معدنوس وشوية ثوم. دونك أول حاجة باش نخليو الخضرة متاعنا تتقلى. ديجا الخضرة نعرفو اللي فيها تونور كبير برشا أون أو، يعني فيها ماء. ديجا صايبت الماء متاعها الخضرة. هذاك علاش باش نمرقوها دوبليش بشوية ماء سخون، وإلا بمرقة متاع دجاج. ما ننساوش نفوحوها. بالنسبة للفاح ما حناش نفوحوها برشا الخضرة، باش نخليه شوية فلفل أكحل وشوية ملح. نحركوه ونخليوها تطيب سلة سلة. ما حناش نبعدوا عليكم، مازلنا مواصلين بحذاكم. تابعونا باش نتعداو للطبق الموالي. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين باش نتعداو للطبق الثاني. بالنسبة لنا كنت سبقتكم شوية، نسيتش خلينا نقول سبقتكم شوية في التحضير. عنا الطبق متكون من الحمص، باش نحطو شوية حمص باش نربحو الوقت بتاعنا. نحطو شوية حمص يغلي ونرجع نحكي لكم شوية على الطبق متاعنا. الطبق باش يكون متكون من سردينة وحمص. خلينا نحكيو على الفايدة كبيرة برشا نتاع الحمص اللي برشا يسميوه سي لا فيون دي بوفر. اللحم عنده نفس الفوائد نتاعو، نفس البروتيين اللي موجود في الحمص. يعني عبارة إذا ناكلوا حمص نفس الفائدة إذا لقينا اللحم، وإحنا ما حناش خالتين على اللحم. خلينا نواصلوا طريقة إعداد الطبق نتاعنا. بالنسبة لنا خلينا الحمص نتاعنا يطيب باش نستحقوا بصل وطماطم وشوية معدنوس. ناخذوا الطماطم نقصوا شوية، بنفس العملية نقصوا البصل
وقبل ما نكملوا زيد نقصوا بصل نستحقوا شويه زيت نجمه. الوصفه هذه مزيج نجم تكون بين الا بلابي، لكن احنا باش نخرجوه السلطة دونك. بالنسبه لينا باش ناخذوا توا الحمص اللي هو طاب، مع الحمص باش نزيدو البصل، الطماطم، شوية هريسة عربي، شوية خل، عصرة قارص، نزيدو الطماطم والبصل، نحركو السلطة متاعنا، نزيدوها شوية سردينة، كنا خدينا سردينة وحطيناها في زيت زيتونة، وما ننساوش المعدنوس، شوية ملح وفلفل أكحل كيما العادة. باش ناخذوا شويه كمون، وهكا السلطه نتاعنا حضرت تعمل 66 كيف. اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم باش نحضروا الطبق الرئيسي نتاعنا. في الاثناء نتفقدوا الشوربه، الشوربه نتاعنا اغليت تاعهم 66 كيف، ما بقالنا توا كان باش نرحيوها. برشا يقولون البرودو أما يسمى شربة الخضرة نعطيوها للمرضى، لكن إذا نعرفوا القيمة الغذائية نتاع الشربة وقتها تنزيد ونفهموا الفوائد نتاعها. دونك في الانتظار الشربة نكملوا نرحيوها، نجمو نرحيوها ونخليوها لمن بعد، نجمو نزيدوها شويه كريم فريش. دونك الشربه نتاعنا حضرت، باش نزيدو نخليوها تغلي شويه، وباش نتعداو للطبق الموالي نتاعنا. الطبق الموالي اخترنا لكم لحمه تاع دجاج محمره، بالنسبه لينا باش نستحقوا الفارس عندنا طن، عظم. حاولوا نجتهدوا في كوجينا وكل قدير وقدره بالنسبه لينا، حتى في الوصفات كما تلاحظوا ما حضرناش وصفات تتكلف برشا. نعرفوا غلاء المعيشه، نعرفوا الظروف الموجوده بالنسبه للتوانسه. دونك نذكر حطينا شويه تن، شويه كبار، شويه زيتون، شويه عظم، نزيدوا شويه معدنوس، ما ننساوش الحاجات الزايدة اللي ما نسحقوهاش نحيوها من بعضنا. دونك
حضرنا الفارس نتاع الدجاج، صدر الدجاج، حطينا شوية زعتر، نحطوا شوية حبق، ما ننساوش شوية ملح وشوية فلفل أكهل. وباش نزيدوها شوية كركم، نعرفوا فوائد الكركم بالنسبة للمعدة، وصرتوا في رمضان برشا من الناس يتقلقوا في المعدة، هذاك علاش نحاولوا في الوصفات متاعنا باش نحطوا الكركم. نبعدوا البوالة، خلينا البوالة تسخن. الفارس حضرت، باش نزيدوها عظم، نجمو نزيدو نتبعو بالكعبة بالكعبة، ونجمو نزيدوهم الزوز، خلطو مليح 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 الفارس. هكا الفارس نتاعنا حضرت، كما كنت حكيت الحاجات الزايدة نبعدوهم. الشربة متاعنا طفيو عليها وتعديو قبل كل شيء. توا للخضرة للجارنيتور اللي مش خرجوها مع سكالوب. بالنسبة لنا العمدة تاع الخضرة اخترنا البصل، قص بصل شرايح ولا كما سميوه زاد جوانح، على قد ما تبدا فما خضره في الطبق نتاعنا، على قد ما تكون قيمه غذائيه متكامله، على قد ما يكون متوازن. دونك باش نحطوا البوله نتاعنا، باش نستحقوا زيت نحطوا شويه زيت نجمه. في الانتظار نكملوا نواصلوا تقطيع الخضره نتاعنا، باش نستحقوا الفلفل. الالوان كي نختاروا الوان في الصحن نتاعنا هي اللي تشرهنا على الماكله، سورتو الصغيرات، نعرفوا اللي الصغيرات على قد ما يلقاو الوان على قد ما يحبوا ياكلوا الصحن. ونجمو زادة نخليو صغيرات يدخلوا معنا الكوجينة صغار، يشوفونا كيفاش نحضروا، يشوفوا التعب الموجود في الكوجينة، حتى شيء ما يجي بسهل. صحيح الكوجينة فن، أما يلزم الناس اللي تفهم شو عندها كوجينة، يلزم الناس اللي تفهم قيمة الفن ذا. دونك خذينا فلفل أخضر باش نستحقوا الفلفل الاخضر. اول حاجه نحطوا البصل، باش نخلطوا فيسا فيسا الفلفل، على قد ما تبدا الخضره كروستيونت تقرمش، على قد ما تحافظ على القيمه الغذائيه نتاعها. نحط شويه فلفل باش ناخذوا القراع الاخضر، ما نسيوش كي نحطوا خضره نحركوها. الكوجينه تركيز لازمنا عمرنا ما ندخلوا نصوروا طبق. بالنسبة لينا الكوجينة عبارة على رسام، عمره ما يدخل يصور لوحة فنية وإلا يحضر طبق وهو مش في كامل راحته. نواصلوا اللوحة الفنية متاعنا، حطينا القرع الأخضر، نزيدوا نقلبوا الوان تشهي،
بالنسبه للبتنجان قلت قبل نحطوه في شويه ماء وملح، مي توا اذا باش نخدموا به ديريكتومون ما سحقوش الماء والملح، كملنا نحطوا البتنجان في الاثناء نحطوا البوالة اللي باش نحضروا بها اسكالوب نقلبوا خضرتنا نزيد نواصلوا البطاطا. بالنسبة لينا البطاطا باش نقصوها جويدة صراحة تحية ربات البيوت اللي ما يلقاوش شنو يحضروا. علاش ما يلقاوش شنو يحضروا؟ مش قلة تدبير، ما يلقاوش شنو يحضروا من غلاء المعيشة، الخضرة الغلة اللحم الدجاج الحوت، يعني صراحة ما عادش بالحق واحد تونسي ما عادش خلط عليهم. قلينا الخضرة متاعنا باش نستحقوا شوية فلفل أكحل، وشوية ملح، وهكا الخضرة متاعنا حضرت طعم 66 كيف. ماعادش نستحقوا خضرة، باش نتعداو الاسكالوب. أخذينا اسكالوب شهية قصيناهم الشرايح أول حاجة بالنسبة لنا أن باش نفوقوا اسكالوب دودانت بشوية حبق وشوية زعتر ما ننسيوش شوية ملح فلفل أكحل. ونصوركم باش تجربوها الوصفة اللي قاعدين نحضروا فيها وباش تعطيوني رأيكم. هذه وصفة حطينا فيها التوش تاعنا، دونك باش نستحقوا شوية زيت للبوالة نقلبوا خضرتنا ونتعدوا للفارس. بالنسبة لنا ما بقالنا كان باش نقليو اسكالوب نتاعنا ومن بعد زيدوا الفارس ونخليوه شوية جراتيني في الفرن. نحطوا اسكالوب يتقلي في الزيت نعطيكم أسيس صغيرة بالنسبة لنا باش يقعد اسكالوب تري، باش نزيدو شوية ماء. في الانتظار باش ناخد شوية حبق فرشك باش نقصو باش نزيدو الفارس. ديجا راو اللي اسكالوب خذي كولوراسيون دوري، والاستيوس نتاع الماء انه حتى كي نقلبوا من بعد اسكالوب ما يشدش. دونك توا ما بقى لنا كان باش ناخذوا الطبق ونحطوهم في الفرن. ناخذوا اسكالوب نتاعنا اللي كنا شفنا مراحل الاعداد نحطوه في الطبق. قلنا توا كان باش نحط الفارس باش
ناخذ الفارس ونستعين بمغرفة أخرى. جاو الراو الفارس صفرة زدناها الكركم، نجمو نستغلوا الفارس اللي قعدت من اللحمة المحمرة، لحمة الدجاج المحمرة نجمو نستغلوها ونعملوها طاجين ولا بريك. دونك توا ما بقالي كان باش نهز الطبق ونحطو في الفور. وتوا أعزائنا المشاهدين نتعداو مع بعضنا باش نحضروا الديسير. بالنسبة لينا اخترنا لكم الديسير متاع اليوم اللي هو المحلبية. برشا يسمو على اسم الديسير هذايا وما يعرفوش من شو متكون. المحلبية متكونة من حليب، باش ناخذو حليب وروز باش نزيدوه السكر. بالنسبة لينا الديسير هذايا قديم عنده تاريخ، كانوا يحضروه أجدودنا. عم نحاولوا نجتهدوا باش نزيدوا شوية ججلين، شوية بيستاش فستق بفريوة وشوية لوز. نكملوا نرحيو المحلبية. كل احنا خدينا طريقة رحيين المحلبية باش نعطيوها طريقة أخرى في التقديم. وثاني حاجة باش ما تبدأ نقولوا احنا ليس تو ما بقانا كان باش ندرسيو المحلبية في الأثناء باش ندرسيو دو كوب باش ناخذو الفاكهة في الوسط باش نزيدو الدوزيام كوش متاع الروز اللي غلاه في الحليب والسكر. وهكايا يكون حضر لنا ديسير نقدموه بعد شقان الفطر. ديسير كله فايدة، عبارة على طبق مادام موجود فيه الروز. ولهنا نجم نزيد نذكر بأهمية الروز والفايدة بالنسبة للصغار بالنسبة للرياضيين. دونك قاعدين نزينو المحلبية بالبيستاش ونزيدو شوية ججلن من الفوق. وهكا أعزائي المشاهدين أحضر الديسير متاعنا وما بقالنا كان